بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلاب الصف السابع، يعطيكم العافية جميعا. درسنا اليوم عن الخصائص السكانية للدول المتقدمة والدول النامية. أول شيء أن نعرف ما هي الدول المتقدمة وما هي الدول النامية وما هي الخصائص السكانية لكل منهما. أول شيء، ينقسم العالم في الوقت الحاضر إلى مجموعتين رئيسيتين من حيث التباين في الخصائص الاقتصادية والسكانية، وهذا الانقسام هو الدول المتقدمة والدول النامية. الدول المتقدمة هي الدول التي حققت تقدما في مجال الصناعة. إذا الدول المتقدمة يمس هي دول كبيرة حققت تقدم كبير في مجال الصناعة. مثال على الدول المتقدمة يا سابع، معظم دول أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا، هي أمثلة على الدول المتقدمة. أما الدول النامية هي الدول التي ترتفع فيها معدلات النمو السكاني وتعاني من ضعف التنمية وتعتمد على المساعدات الخارجية. إذا نعرف يا مس الدول النامية هي الدول الضعيفة، دول يعني اقتصادها ضعيف، هي الدول التي ترتفع فيها معدلات النمو السكاني، يعني فيها أعداد سكان جدا عالية سابع، وتعاني من ضعف التنمية وتعتمد أيضا على المساعدات الخارجية. مثال على الدول النامية هي أغلب دول قارة آسيا وجميع دول قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية، هذه هي الدول النامية. خلينا نشوف الزيادة الطبيعية للسكان. يمكن التمييز بين الخصائص السكانية للدول المتقدمة والدول النامية من خلال ما يأتي. نعرف يمس أول شيء الزيادة الطبيعية للسكان في الدول المتقدمة وفي الدول النامية. لنبدأ بالدول المتقدمة، كيف تكون الزيادة الطبيعية في الدول المتقدمة؟ نحكي يمس الزيادة الطبيعية إنه عدد المواليد أكبر من عدد الوفيات. نعرف ما هي يمس الزيادة الطبيعية في الدول المتقدمة. مثال على الزيادة، تتصف الزيادة الطبيعية في الدول المتقدمة وبعض الدول مثل الصين وروسيا بأنها منخفضة جدا. إذن الزيادة الطبيعية في الدول المتقدمة مثل الصين وروسيا منخفضة جدا. شو سبب يمس هذا الانخفاض؟ سببه أنه انخفاض أعداد المواليد عن عدد الوفيات. إذن انخفاض عدد المواليد عن عدد الوفية. طيب، أما الزيادة الطبيعية للسكان في الدول النامية فهي مرتفعة لارتفاع عدد المواليد وانخفاض عدد الوفية. إذا بصير عندنا في الدول النامية ارتفاع في عدد المواليد وانخفاض في عدد الوفية. نعرف يا سابع أسباب الزيادة الطبيعية للسكان في الدول النامية، لأن نلاحظ أن في الدول النامية بيصير في عندنا أعداد كبيرة للسكان. هذا السبب، أول شيء تحسن الخدمات الصحية، أن كل الخدمات الصحية فيها تحسن، وتوفر الرعاية والمطاعيم الوقائية، متوفر عندهم الرعاية والمطاعيم الوقائية. ثانيا، معدل وفيات الأطفال الرضع. نعرف يا مس ما معنى معدل وفيات الأطفال الرضع؟ هو عدد الأطفال الذين يموتون قبل عمر السنة على عدد المواليد الذين أعمارهم أقل من سنة، ويرتفع هذا المعدل في الدول النامية. إذا يمس معدل وفيات الأطفال الرضع هم عدد الأطفال الذين يموتون قبل عمر السنة، يعني أطفال بيموتوا قبل ما يصير عمرهم سنة، بيرتفع على عدد المواليد الذين أعمارهم أقل من سنة، ويرتفع هذا المعدل في الدول النامية. سبب ارتفاع معدل وفيات الأطفال الرضع، ليش يمس بيصير عنا ارتفاع في معدل وفيات الأطفال الرضع؟ السبب يمس يعود إلى المستويات المنخفضة من الرعاية الصحية لحديثي الولادة في عدد من الدول النامية. بيصير عنا انخفاض في الخدمات الرعاية الصحية لحديثي الولادة في عدد من الدول النامية. ثالثا، معدل الخصوبة. نعرف يا مس ما هو معدل الخصوبة؟ هي عدد المواليد الأحياء لكل امرأة في حياتها الإنجابية، وهي من 15 إلى 49 سنة. إذا معدل الخصوبة يا مس هي عدد المواليد الأحياء لكل امرأة في حياتها الإنجابية، يعني كل امرأة قديش جابت إيش أطفال، وهي من 15 سنة يعني إلى 49 سنة للمرأة. عندنا أسباب ارتفاع معدل الخصوبة في الدول النامية، ليش بيصير عندنا ارتفاع في معدل الخصوبة؟ منها الزواج المبكر للنساء وعدم التحاق الإناث بالتعليم، منهم يمس ما بيتعلموا بيتزوجوا بكير،
وقلة مساهمة المرأة في العمل، حتى المرأة أنا ما بتشتغل على طول بتروح تتزوج، فهذا الشيء أدى إلى ارتفاع معدل الخصوبة. رابعاً، التركيب العمري والنوعي للسكان. حدوث تغير في التركيب العمري والنوعي للسكان من حيث نسبة الفئات العمرية وتوزيعها. بنلاحظ يا مس أن الهرم السكاني لمعظم الدول المتقدمة، خلينا نيجي إحنا للدول المتقدمة نشوف كيف الهرم السكاني إلهم، أن فئة صغار السن أقل عدداً من الفئة العمرية التي تليها وهي الشباب. إذن فئة صغار السن أقل عدداً من مين؟ من فئة الشباب، مما يؤدي إلى قلة أعداد الشباب في المستقبل. فهذا الشيء بيصير عندنا عدد قليل للشباب متى؟ في المستقبل. بنعرف يا سابع مميزات المجتمعات النامية وفق التركيب العمري والنوعي. ما هي مميزاتها؟ أولاً، تقل مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي. إذن الإناث ما بيشتغلوا يمس في المجال الاقتصادي. ثانياً، ترتفع أعباء الإعالة لارتفاع عدد الأطفال. إذن ترتفع عنا أعباء الإعالة بسبب ارتفاع أعداد الأطفال. خامساً، التركيب الاقتصادي للسكان. ما هو التركيب الاقتصادي للسكان؟ هو توزيع السكان حسب النشاط الذي يمارسه الفرد بالعمل الصناعي أو الزراعي أو الخدمات. بسموه التركيب الاقتصادي للسكان، بوزع السكان حسب النشاط الذي يمارسه الفرد، حسب النشاط اللي هو بيشتغل فيه الفرد. مثلا ممكن يوزعوا الافراد بالعمل الصناعي، او ممكن يوزعوا الافراد بالعمل الزراعي، او ممكن يوزعوا الافراد في الخدمات. هاي بنسميه التركيب الاقتصادي للسكان. اذا هذا هو التركيب الاقتصادي للسكان. خليني امس نحل اسئله الدرس صفحه 18. السؤال الاول، عرف ما يلي: الدول الناميه، معدل الخصوبه، التركيب الاقتصادي. الدول النامية هي الدول التي ترتفع فيها معدلات النمو السكاني وتعاني من ضعف التنمية وتعتمد على المساعدات الخارجية، وهي أغلب دول قارة آسيا وجميع دول قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعض دول قارة أوروبا. معدل الخصوبة هو عدد المواليد الأحياء لكل امرأة في حياتها الإنجابية. التركيب الاقتصادي، توزيع السكان حسب النشاط الذي يمارسه الفرد بالعمل الصناعي أو الزراعي أو الخدمات. السؤال الثاني، اذكر أسباب ما يلي: ألف، ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية في الدول النامية، ارتفاع عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات يؤدي لتحسن الخدمات الصحية وتوفر الرعاية والمطاعيم الوقائية وتوفر الغذاء بسبب التقدم التكنولوجي. ب، سميت المجتمعات المتقدمة مجتمعات الهرمة لأن أعداد من تزايد أعمارها عن 60 عاما في تزايد. السؤال الثالث، املأ الفراغ في الجمل الآتي: ألف، المصطلح الذي يصف وفيات من لم يتجاوز عمره سنة هو معدل وفيات الرضع. يمثل الهرم السكاني تركيب السكان من حيث النوع والعمر. جيم، من الدول الآسيوية التي تتبع للدول المتقدمة هي اليابان. دال، يغلب على النشاط الاقتصادي في الدول النامية العمل في النشاط الزراعي. ها، المصطلح الذي يصف نسبة الأفراد العاملين لعدد الذين يتم الإنفاق عليهم هو نسبة الإعالة. واو، تبلغ نسبة العاملين في القطاع الزراعي في الدول المتقدمة لا تتعدى 5%. السؤال الرابع، رتب قائمة بأسماء دول متقدمة ودول نامية في العالم بالاستعانة بالأطلس المدرسي. بعض الدول المتقدمة مثل اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، كندا. أما بعض الدول النامية: الأردن، السودان، موريتانيا، لبنان، سوريا، العراق، والصومال. السؤال الخامس يا مس، ما أثر الزيادة السكانية على النمو الاقتصادي للدول؟ زيادة الضغط على الخدمات والعمل. إذن أثر الزيادة السكانية على النمو الاقتصادي للدول زيادة الضغط على الخدمات والعمل. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.